الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يقول: هل تعلمون دواء لرجل مبتلى بالعشق قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت؟ أعظم دواء لهذا أن يتعلق قلبك بالله. والله إن من أحب الله حقا لا يمكن أن يلتفت إلى أحد من خلقه، وإن كان لا بد من ذلك أحيانا، لكن بحسب تعلق القلب بربه. فأنا أنصحك أن تصلي ركعتين وأن تقول في دعائك: اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك، اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك. ولو وضعت يدك على صدرك وقلت: اللهم اشرح صدري وحصن فرجي، لكان في ذلك خير عظيم. لو وضعت يمناك على صدرك وقلت: اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واملا قلبي محبة لك، لكان ذلك في ذلك خيرا لك. نسأل الله أن يملأ قلبنا.